السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. إلى رواد مجلة ملوك الحرف الإلكترونية والجامعة النقدية، جامعة ملوك الحرف النقدية وجريدة ملوك الحرف الورقية والمجموعة الدولية، جميعكم أعضاء بلا استثناء. حبيت عايد عليكم هيدا الشهر الفضيل، إن شاء الله يا رب رمضان مبارك على الجميع وكريم للجميع، وأن يمر هذا الشهر ويكون غفارة لما سبق لنا من ذنوب. فنحن بشر وكل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابين، نحن يوميا نخطئ، نحن يوميا نخطئ، ولكن العبرة أن لا نتمسك بتلك الأخطاء أو نجملها بحجة الدفاع عن النفس، فجميعنا مليئين بالأخطاء. حبيت أطلع اليوم أنا لكم أنه أول شيء عايدكم بهذا الشهر الفضيل كما أسلفت، وأعتذر منكم على التأخير بالمعايدة. طبعا أنا الآن أتكلم مع أخوتي، أتكلم مع عائلتي التي أسسنا لها مملكة أدبية، مملكة اجتماعية، مملكة فيها طيور تغرد وتنادي بالسلام الأممي. فنحن بإذن الله معا يدا بيد ليعم السلام والأمن والأمان. هنالك أطروحات دائما أنا أفكر فيها ولا أجد لها أي جواب. نحن لما نتعارك؟ لما نأتي بهجوم على فلان وفلان وفلان؟ ليش نحن بالأساس نحن بنزعل؟ يعني حدا، يعني بدي أقول شيء، إنه في حدا من الجميع، هيدا مطلب للجميع، يقدر يقول لي شو مناسبة انه والله انا ازعل من فلان لاجل خطأ صغير او كبير؟ يعني حتى بالحديث القدسي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم دعوتني لغفرت لك ولا ابالي. من نحن كبشر؟ من نحن امام الله عز وجل؟ ان كان قد قال لو بلغت الذنوب من الارض الى السماء عنان السماء ثم دعوتني لغفرت لك ولا أبالي. يعني نحن أصغر وأحقر مخلوقات رب العالمين خلقها. حتى إذا بدنا نجي نتكلم عن بعض الأمور العقائدية، نحن بنقول مثلا أو ندعو الجميع، يعني تكون مبادرة لتحليل بداية سورة الإنسان في القرآن الكريم، والتي تقول من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. طبعا يعني تلات بعض الآيات من سورة الإنسان، وهذا يدعونا إلى التفكر، يعني بقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا نحن لم نكن شيئا أبدا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وهو الخليط بين ماء الرجل وماء المرأة، فتكون الإنسان. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نحن على حياة الدنيا ابتلاء بكل الأمور. إن كان إن رزقنا الله أي أمر مادي، إن كان فلوس أو إن كان أطفال أو إن كان أملاك أو أي شيء، هذا ابتلاء، لأنه هذه الحياة الدنيا هي فانية، والحياة عند الله خير وأبقى. إذن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني رب العالمين أعطانا الحواس لحتى نحن نفكر ونتأمل.
يعني أعطانا حاسة الشم، حاسة النظر، حاسة السمع. وقال في آية أخرى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طبعا أنا من عم أعطي محاضرة عقائدية، محاضرة دينية، ولكن ما قاله الله عز وجل في الإنسان أنا الآن أتكلم به. فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل، فإما شاكرا وإما كفورا. رب العالمين أعطانا الطريق، أن هيدا الحلال وهيدا الحرام، وهيدا الأسود وهيدا الأبيض، وهيدا يجوز وهذا لا يجوز. فلذلك لا يجب إلقاء التهم دائما على الله عز وجل، فهو أعطاك الطريق. فأما أن تسير بالطريق الموصلة إلى الجنة، وأما أن تسلك الطريق الموصلة إلى جهنم والعياذ بالله. وأنا أقول اللهم أبعد عنا الطريق إلى جهنم، واجعلنا من عبادك الصالحين. برجع بقول ما عم أطيع كلام عن عقيدة، ولكن الهدف واحد، أنه مين نحن؟ يعني نحن مجرد إنسان، مجرد مخطئون دائما. لا داعي لحتى نحن نزعل من فلان، ولا داعي لنزعل من علان، ولا داعي لتنكيب الأخطاء. دائما يجب أن تسود بيننا النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالنصيحة. فقيل: يا رسول الله، أية نصيحة؟ فقال: عليكم بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتها. إذن النصيحة يجب أن تسود بيننا، النصيحة التحفيزية، النصيحة الغير لا تزعج مآسي أي شخص كان، أو لا تزعج مشاعره. نحن بشر مثل ما بنحب الناس تعاملنا، فنحن لازم نتعامل مع الآخرين، وأن نكون مرآة الآخرين، وأن تسود بيننا البسمة. نحن نمر بأوقات عصيبة جدا جدا، نقول مررنا بأشهر ثورات، مررنا بحروب، مررنا بضيق اقتصادي لا تحتمل، مررنا بوباء. نقول في الختام أن هذا هو ابتلاء من رب العالمين حتى نرجع له. الرجاء الرجاء الرجاء، وهذا شخصي إلى الجميع، أنا أترجاكم. نحن بشر، وغير أننا بشر نحن مليئون بالأخطاء، ولكن نحن لا نسير بالأخطاء، ولكن نحن نصلح تلك الأخطاء، ونعتذر لبعضنا البعض، وندعو للمسامحة، لأن نحن بالنهاية موضوع الزعل وموضوع التهجم ليست من صفة المسلمين عامة خاصة، وأمتنا العربية التي بنيت على الأخلاق، التي بنيت على لغة الحوار، لغة التفاهم. فهذا رجائي من الجميع، وبرجع بقول ينعود عليكم وعلينا وعلى جميع الأمة بالخير واليمن والبركات، وتصبحون على ألف خير.